الشعرات الدمويه في الوجه، اي واحدة عندها شعرات دمويه في الوجه هذه معناه ان عندها يعني بدايه ورديه. شنو افضل علاج حق الشعرات الدمويه؟ ليزر. اسم الليزر سجلوه عندكم، PDL Pulse Dye Laser. هذا الليزر موجود في جميع مراكز الجلديه الحكوميه، على الاقل في الكويت، على الاقل في الكويت ينعط يستوى بالمجان للناس اللي عانوا من الورديه. فهذا العلاج، اي شخص في شعرات دمويه او ورديه يروح مركز جلدي حكومي تبع منطقته يتسوى جهاز ليزر PDL، يعني مش موجود فقط في الخاص، موجود ايضا في الحكومه الحمد لله. الهالات اللي تحت العين تسبب حفره، فيلر ريح بالك. إذا شفتوا أن هذا الفيديو فاتكم لا تنسون لايك وسبسكرايب، عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامة وإشارة منكم لنا أن نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات أكثر. شوفكم على خير.